خد 108,000 يورو. انا ما اعرفش طبعا ايه اللي هيحصل، وما اعرفش هل بعد استقاله كل اعضاء اتحاد كره القدم، كل اعضاء اتحاد كره القدم استقالوا. وبالمناسبه بقى، طيب فاضل اللواء ثروت سويلة المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم هو من المفترض أن يكون رئيسا للاتحاد بعدما استقال كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. المدير التنفيذي، اللائحة بتقول إيه؟ أن المدير التنفيذي هو من يضع أو يحق له إدارة الاتحاد لمدة 3 شهور. في خلال ال3 شهور دول يتم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية، من خلال الجمعية العمومية الغير عادية دي يتم انتخاب مجلس إدارة يقعد لغاية سنة 2020، يكمل المدة المتبقية للاتحاد المصري السابق، وبعد كده تتم الانتخابات في موعدها. هل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ احنا مش عايزين حد من الناس القديمة دي، مش عايزين حد. اللواء ثروت سويلم فوق دماغي راجل محترم وحبيبي جدا وبحبه جدا، ولكن اللي بيحصل ده يا جماعة أسباب كتيرة جدا جدا جدا. معظم الحاجات اللي أنا بتكلم عنها دي واللي لسه هتكلم فيها مع حضراتكم، صدقوني احنا محتاجين تغيير إداري شامل في اتحاد كرة القدم خلال الفترة القادمة. تعالوا نشوف كشف حساب لخفير أجري وتقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم.